أهلا من جديد. أشارت توقعات غارتنر إلى أن معدل الإنفاق على تقنيات وخدمات أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيبلغ ذروته خلال العام الجاري، حيث سيحظى أو سيتخطى دعونا نقول عتبة المليار ومئة مليون دولار، أي بزيادة قدرها 3.3% عن معدل الإنفاق خلال العام 2014. قالت كوندو بوتيغو الشركة الاستشارية لتقنية المعلومات أنه رغم تنامي مستوى تعقيد الهجمات الإلكترونية إلا أن العديد من استراتيجيات أمن المعلومات المطبقة في الشركات الخارجية لا تزال تقتصر على التكتيكات الدفاعية الأساسية، ما يعرض الأعمال والأطراف المعنية لمخاطر عالية. قالت شركة دل أن الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة تبلغ 70% من إجمالي الاختراقات الأمنية، وأضافت أن 91% من الهجمات تندرج ضمن محاولات التصعيد الإلكتروني الموجهة التي تستهدف مجموعة صغيرة من الموظفين في مؤسسة واحدة. قالت شركة إنتل سيكوريتي لأمن المعلومات أن بيانات بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع تباع في السوق السوداء للإنترنت بمبالغ تبدأ من 5 دولارات فقط، كما تباع تفاصيل الدخول لحسابات البنكية الإلكترونية التي تسمح بعمل تحويلات دولية بمبالغ تبدأ من 190 دولار للحسابات التي تبلغ أرصدتها حوالي 2200 دولار، وبمبالغ أكبر للحسابات التي تضم أرصدة أكبر وميزات تحويل دولية وداخلية. قالت شركة سناب شات في رد على قصة انتهاكها لحقوق الملكية وخصوصية المستخدمين لتطبيقها أن الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو التي يرسلها المستخدم تبقى سرية وأمنة كما كان الحال في السابق، ولا تملك الشركة أي صلاحية أو حقوق ملكية عليها.